وصلت إلى المنصة سؤال بيقول ما الفرق بين السلفية والصوفية؟ يعني نحتاج التعريف أولاً، لأنه السلفية في أذهان أناس غير السلفية في أذهان أناس آخرين، والصوفية في أذهان أناس غير الصوفية في أذهان أناس آخرين. فالسلفية في أذهان أناس هي التمسك بما كان عليه السلف الصالح، وهم القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية، الصحابة والتابعون وتابع التابعين. والسلفية في ذهن أناس آخرين هو التشدد والأخذ بالقشور وتكثير المخالف، رميه بالشرك والبدعة، ورفض تعدد الأقوال والاجتهادات، والاشتراع على النصوص دون معرفة، وعدم تقبل المخالف. فهذا في ذهن أناس هو السلفية، وهذا في ذهن أناس آخرين هو السلفية. ولهذا الاختلاف مبرر حقيقي، لأن في أناس بالفعل من النموذج الأول حريص على أن يبحث على ما كان عليه السلف الصالح، ولكن هذولا أيضا نوع يبحث عن لب ما عليه السلف الصالح، ونوع آخر يريد بالضبط شكل ما عليه السلف الصالح، أحيانا إلى درجة تخل باللب. فمن ما مما كان عليه السلف الصالح التجديد في أمر الدين، هذا كان عليه السلف الصالح. مما كان عليه السلف الصالح قبول الاختلاف في المسائل الفقهية، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلما كادت المغرب أن تدخل، كادت الصلاة أن تتجب صلاة المغرب، بعض الصحابة خشي أن يخرج وقت العصر فصلوا وخففوا الصلاة وواصلوا المشي، وبعض الصحابة أخذوا الحرف الظاهر ظاهر النص، هذا اجتهاد في فهم النص، فلم يصلوا، أذن المغرب وهم لم يصلوا العصر. طيب لما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقول هذا اجتهد، ممكن يقال هذا اجتهد فأصاب فله أجران، وهذا اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر. لكن النبي لم يفعل ذلك في هذه المسألة، أقر الاجتهادين لم يرجح. هنا المسألة، يعني الكثير يذكرون قصة بني قريظة لا يصلين أحدكم العصر، لكن لا يقف عند الشاهد بدقة. الشاهد بدقة هنا ما هو؟ ليس اجتهاد الصحابة الشاهد هنا، وليس عدم إنكار النبي عليهم فحسب. الشاهد هنا إقرار النبي لاجتهادين مختلفين في فهم نص واحد. هذا مذهب سلف ولا ما هو مذهب سلف؟ مذهب سيد السلف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه فكرة عن السلفية وهذه فكرة عن السلفية. هذا شرك بدعة وصياح وكفر، والمرأة والرجل واللحية ممنوع تأخذ منها شيء وإلا تفسق، والثوب إذا ما قصرته إلى النصف، هذا نموذج الناس قالوا إحنا سلفية، وصياح وصراخ وتعالوا بنخرج الجن منكم والرقية، هذا نموذج شفناه باسم السلفية، وجنازير وضرب وعصا وتكسير واجهات المحلات غير المناسبة، كل هذا رأيناه باسم السلفية. كذلك كلمة صوفية الذي كان عليه السابقون من أمثال الحسن البصري ومن بعده سيد التابعين، أن كلمة الصوفية هي وصف للاعتناء بإصلاح القلب. أعيد، أنها وصف للاعتناء بإصلاح القلب. استنبط وتحول إلى علم، كما أن الفقه تحول إلى علم، لم يكن هناك فقه علم اسمه الفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا أي يعلمه الدين يفهمه الدين علوم الدين، لكن علم الفقه الذي هو علم الحلال والحرام لم يكن اسمه علم الفقه عند السلف الصالح، كان اسمه الحلال والحرام. كذلك علم العقيدة لم يكن عند السلف الصالح شيء اسمه العقيدة، العلم الاسم المصطلح، لم يكن هناك هذا المصطلح، لم يعرف الصحابة اسم العقيدة، ولا التابعون ولا تابع التابعين عرفوا اسم العقيدة، كانوا يقولون الإيمان، باب الإيمان، ولهذا تجد في البخاري كتاب الإيمان في صحيح البخاري. ثم بعد ذلك اصطلح على هذا العلم الذي يعنى بأدلة إثبات المعتقد على أنه اسمه إيش؟ علم التوحيد وعلم إيش؟ العقيدة. كذلك علم الحلال والحرام اصطلح على أنه علم إيه؟ الفقه. علم صلاح القلوب المستنبط من الكتاب والسنة اصطلح على تسميته بعلم التصوف،
سميه أنت تصوف، سميه تزكية، سميه إحسان، خذ الاسم اللي تريده، بس أعطيني هذا المحتوى، العلم الذي يعنى بصلاح القلوب. يقول صلاح القلوب موجود في الكتاب والسنة، صح، والعقيدة موجودة في الكتاب والسنة، ليش في كتب عقيدة وعلم عقيدة؟ والفقه موجود في الكتاب والسنة، ليش أنا محتاج كتب فقه التي يعمل على الاستنباط منها؟ فهذا العلم الذي يميز للإنسان بين خواطر الرياء والإخلاص، بين العجب والتواضع والكبر، بل يفرق الإنسان بين الخواطر التي ترد على قلبه. كيف تميز أنت بين خاطر الخير والشر؟ الخاطر الذي يأتي من الشيطان والذي من النفس الأمارة بالسوء، من أين تأتي بهذا العلم؟ هذا الذي يسمى بعلم التصوف. هذا فهم كان عند السلف الصالح ومن بعدهم على مدى القرون، بمعنى إذا أرادوا أن يمدحوا أحدا في كتب الطبقات كالإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، أو الإمام ابن حجر العسقلاني شارح أمير المؤمنين في الحديث، شارح البخاري أو غيره في كتب الطبقات أو في تهذيب التهذيب، والنووي وغيره، إذا أرادوا أن يمدحوا أحدا يقولون وقد انتهت إليه مشيخة التصوف في عصره. كانت كلمة مدح، هذه كان لفظ تعديل وليس لفظ تجريح. ثم بعد ذلك صار عندنا نموذج ثاني في مخيلتنا لكلمة الصوفي المتصوف، اللي مبهذل الثياب واللي يمشي في الشوارع يشحت واللي يصيح أنا ممكن أخذني الوجد أثناء الذكر وأقول حي بصوتي كله، حقي، ممكن أقول الله حي، حقي، إذا قلته بصدق وإخلاص فهذا حسن. لكن الصورة النمطية اللي في الأفلام القديمة اللي ماسك المبخرة دي وهو لابس الثياب المرقعة ويصيح وحي وهو جاسوس ولا كذا، هذه النمطية اللي موجودة، أو الكثير من الجهالات التي تمارس باسم التصوف. فأنت عن إيش تسأل لما تقول إيش الفرق بين السلفية والصوفية؟ إن كنت تسأل عن السلفية بمعنى السلف الصالح فهي تماماً هو جزء من أساسي منها هو التصوف الذي هو العلم الذي يعنى بصلاح القلوب. وإن كنت تسأل عن التكفير والتبديع والتشريك ورمي المخالف والرفض والاشتراع على الكتاب والسنة بغير معرفة، والأخذ بظواهر المظاهر الحسية دون المعاني التي في داخلها، والتهجم على الآخرين، وإذا كنت تقصد باسم التصوف البدع والخرافات والمخالفات، فكلاهما مرفوض. هذا الفرق. نعم.